تدخل امريكا في قضيه سد النهضه، ودايما مصر بتقول ان على واشنطن دور مهم في حاله الامور، هل تتدخل واشنطن في سد النهضه؟ يبدو لي من التصريحات انها تتدخل، الوسيله التي تتدخل بها هل يوجد فيها امور تحت السطح لا تظهر او من خلال مفاوضات هادئه مع الجانب الاثيوبي لا اعرف، لكن هناك التزام واضح في التصريحات الامريكيه على انها تريد ان يكون هناك حلا لهذه المشكله يعني يرضي جميع الاطراف، وهو في حديث عن تفاهم يعني الموقف المصري بالنسبة لقضية سد النهضة واعتباره لها أنها قضية وجودية وأنها ليست يعني مجرد أمر يتعدى المصالح العليا المصرية إلى مصالح فرعية، هو جزء وجودي، معنى كلمة وجودي معناها هو موضوع حياة أو موت يعني. شكرا دكتور عبد المنعم سعيد المحلل السياسي الكبير.